يعني تقدر تلعب زي هيك، انك تلعب في ببجي مثلا، فهمتوا كيف؟ تتحرك وتضرب، يعني تقدر تتحرك وتضرب وتقفز، يعني اللي عندك ايباد بيكون اسهل لك في التحكم. اوكي يا شباب، في فيديو جديد من ارك موبايل. اوكي، زمان مش منزل هاي القناة، فحبيت انزل، اجاني اتهامات كثير اني شرح، بده شرح ومن عارف ايش، انا بعرفش اشرح اوكي المهم يب، اليوم راح يكون مقطع قناة القديمة. هاي قناة جديدة يا معلم، زي ما انت شايفين كلها العاب بي سي، واحيانا بعمل شروحات عن المونتاج على الكمبيوتر او اي اشي بخص برامج مهمة للكمبيوتر بشرح مرات احيانا. اوكي، فهمت علي كيف؟ والحمد لله هي صرنا عن 120 مشترك، فاذا انت حابب تشترك فيها، اذا انت معني في الالعاب البي سي، تلاقي هاي القناة موجودة. تمام، اذا شفت اعلان تعملش سكيب، لان احنا محتاجين، بلاش اجي اسحبك من التنبيه. لا 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 معلش معلش، بس عن جد اذا شفتوا اعلان بالله عليكم ما تعمل سكيب، خلينا نستفيد شوي يعني. فبنضغط على بلاي ارك، بلاي ارك بدخلك على خيارين، اللي هو القسم الاول من دون انترنت، القسم الثاني نعم لعب انترنت متعدد اللاعبين تقدر تلعب مع اصحابك فيها. طبعا هذا الخيار بخصوص السيرفرات العامه او السيرفرات الرسميه اللي بتعملها الشركه، طبعا هي سيرفرات سيئه. طبعا القسم الثاني هذا بخصوص السيرفرات الخاصه اللي بيدفعوا الناس عليها المصاري لحتى يصنعوهن، وبقدر يفتحوهن للناس يجي يلعبوا فيهن. اوكي، بتقدر تفوت تلعب فيهن. ايش المميز عن السيرفرات الخاصة عن السيرفرات العامة؟ السيرفرات الخاصة ميزتهن انه بقى في ادمن اي او شخص مسؤول عن السيرفر، بقدر يبند، بقدر يعطيك موارد، بقدر يطير، بقدر يعمل اي ايش بده اياه، بس انه ما بيرسب الحيوانات وما بقدر يحمي اوزان عالي كثير، وهو قادر انه يمنع الناس تبني في الجبل البركان او ما تبني. اما السيرفرات العامه الليل بطيء، ما يعني اتوقع ما بتقدر تبني في الكهوف، تلويث منيح، الفرق انه في السيرفرات الخاصه في ادمن يساعد. طبعا لما تضغط على القسم الاول بيجيك هذا الخيار، في خيار اللي هو الكاجوال، هاد كاجوال انه اسلحتك الله يعني من عارف، دائما لما اجي اصور ايش عن اللعبه هاي بيجيني الف قصه منحوسه هاللعبه. المهم طبعا اول كل القائمه فوق اللي هي الكاجوال بتخلي اسلحتك ودروعك تضلين معك لما تموت، تضلين معك السدلات والمخططات، والمخططات اللي لك من ناحيه بغض النظر شو المخطط، حتى حيوانات الدنجن اللي هو الحجر القلب اللي لما تطلع من الدنجن بضل الحجر معك، باقي الموارد ما بضلين، بس من سرعة الطرود مش متأكد منه. أهم شيء الأسلحة، الدروع، السدلات، المخططات ضلين معك. ثاني واحدة هي السرفايفل، وهي صعبة، بتعطش بسرعة، بتجوع بسرعة، بتدمج بسرعة، أسلحتك بضلينش معك، وإذا متت أغراضك يعني بروحن عليك، يعني بترسبن في منطقة ثانية بتروح تجيب. أما اللي هو هارد كور هذا صعب جدا، أنت لفلت مثلا لحد 50 ليفل، إذا متت موتة واحدة بس برجعوك ليفل واحد، أغراضك بروحن عليك أو بضلين معك أغراضك، بس بدك تلف من أول جديد عشان تقدر تحمل أغراضك وتحمل الأوزان والدنيا، يعني ما مرة صعبة جدا. والهان اللي هي الإيزي، الميديوم، الهارد، البورتر، تقريبا هيك إيش اسمها، اللي هن مستويات اللعبة، إذا أنت بدك يا مستوى سهل، مستوى متوسط، مستوى صعب، والهاي لآخر واحدة مستوى أصعب وأصعب. هاي مستحيل حدا يقدر يستعملها إلا إذا كان عنده مفتاح أو بقولوا له قفل الغش، ساعتها إذا عندك قفل القفل تقدر تستعملها، وهذا لأن مرة صعبة 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 جدا صعبة، الحيوانات فيها صعبة جدا وألفان عالي جدا. بس من ناحية القائمة الثانية اللي هي السيرفرات، ما تذكر لها هنا جيك أسامي سيرفرات اللي هي السيرفرات العامة، اختار سيرفر من السيرفرات، تكرر مواصفاته، طبعا عندي لغة عربية عشان هيك هذول مش واضحة الأرقام، لازم تغير اللغة العربية عشان نظبط كل شيء في الإعدادات. كمان بيبي كمان، كيف بقى في مواصفات السيرفر هذا عام؟ السيرفرات الخاصة بك عليهم مواصفات، فنحن نضغط على السيرفرات الخاصة بتلاقي هنا مواصفات السيرفر. كيف يعني مواصفات السيرفر؟ يعني السيرفر بالمطر سريع ولا التلويت سريع، بتقدر تبني في الكهف ولا لا، وهيك شغلات زي ما شرحت قبل شوي. وهذول المواصفات بيكون صاحب السيرفر هو اللي عاملهن في حسابه. ومن هنا يا شباب بتحدد نوع السيرفر اللي بدك اياه، اللي هو البي في اي، انه ما بقدر حد يهجم عليك ولا حيوانات يهجمن عليك، والبي في اكس، البي في اكس بكل منطقة محددة داخل اللعبة بقدر الناس يقتلوا بعض، فهي بتجمع البي في بي والبي في اي، فالبي في بي هي تكون كل خرطة قابلة للعب بالهجوم، يعني بقدر يقتلوا بعض. وطبعا من هان بتحدد شو ايزي، ميديوم، هارد اللي هو مستويات الصعوبة في السيرفر، وتحت
بدك ايش بيكون سيرفر شرق اسيا اوروبا ما عارف ايش والخرابيط الثانية. وطبعا اذا كنت سيرفر عليه كفل اعرف انك بدك باسورد عشان تقدر تدخل عليه. فاتوقع هذول الناس بيصوروا يوتيوب عشان هيك حاطين كفل. طبعا بعد ما رسبنا راح تلاقي في صعوبة في الحركة على الاعدادات الاولية، هسه راح يظبط لكم كل شيء. وبتوت لا حبيب القلب الملايين، والله غريب مش راضي يجمع علي. وات ما شاء الله عليك ياي كتلنا. فهذا لم تشوفين تحكم سيء في اللعبة بهاي الطريقة. على العموم بتعمل هيك بتقفز، لما يقول لك تسحب هيك بتقفز. تخيل بدك عشان تقفز بدك تعمل هيك، على تحكم سيء هيك يعني. برضو كمان في شغلة ثانية، عشان بدك تركض بدك تنكر نكرتين هيك وضلك ضاغط. طب كيف بدك تلف وتقفز وانت راكض؟ طب انت راكض ركض سريع بدك تقفز، بدك يا اما تلغي الركض السريع وتقفز بعدين ترد تعمل هيك بستنى عشان تقدر تمشي كمان مرة. لا مش منطق في الموضوع. عشان هيك انا بدي اضبط لكم الاعدادات. اول شيء لما اجي الف بلف بصعوبة، اوكي؟ فايش نعمل؟ نفوت على الاعدادات، نيجي على هاي المنطقة يعني، نيجي هان، ايش بنعمل؟ انا بالنسبة لي برفع اخر شيء، بالنسبة لي انا السرعة، بالنسبة لي السرعة منيحة، او اذا ما شفت مستصعب منها بخففها شوي، عادي ها، بتصير عندك الحساسية احسن، حسب نوع شاشة جهازك. ثاني شغلة، هسا انت بدك طول الاغراض، بدك تصنع اسلحة، بدك تسحب هيك، بدك تضلك ضاغط على الشاشة وتسحب. فهذا اشي مزعج، بدك تبدل اسلحتك في ثواني. كيف شو بتعمل؟ تكبس على اول وحده، تاكد مش على الجيم، تروح على الكنترولز. كنترولز يعني التحكم، تضغط اول وحده شو بصير؟ هيك يعني عشان تفتح الخريطه تضلك ساحب هيك وتفتحها مش منطق صح؟ فنحن شو نعمل؟ نخليه هيك هيك، بشيل الخريطه وبطولها في نفس اللحظه. شفتوا كيف؟ اذا انت حاطط اسلحه هنا باكل مربعات ثواني بتعمل كل شيء. طيب ثاني خيار اللي هو الكبسات اختصارات، فبدي اشرحهن لبعدين. فاحنا نروح على الجيم هسه حاليا، الجيم هذول بدك تفعلهن تمام. اذا متلاحظين عندك الارقام استفهام لانه مش متعرف الارقام لجهازك. لما تيجي مثلا تكب هذول هو في الارقام مش متعرف عليهن، ما تعمل هيك مش راضي مش راح يكب. فبتروح على الاعدادات بتغير، خلي انجلش بس بحط بلاي عشان يخزن الاعدادات وخلص. بتيجي بتعمل الدروب برمي بشكل طبيعي عادي. هسه من ناحيه الاعدادات الثانيه اللي هي جوده الفيديو، اذا انت بدك دقه منيحه منيحه بتسحب هذا على اخر شيء بصير دقه منيحه. اذا سحبت اكل شيء بصير عندك على الحواف مشوهه، حواف المجسمات. فانت عشان يخلي الحواف عندك يكون حاد في نفس الوقت منظرا حلو ومش مشوه تعمل هيك، وهذا بده جهاز كون. ثاني شغله لما انت تحط على ايبك اللي هو اذا كان جهازك بيدعم الدقه العاليه، يعني زي ما انت شايفين ما بتفرق كثير، بكفي دقه عاليه بس ما بتفرق كثير. مش شايف انت شي صح؟ لما تشيل هاي وتفعل الشادو بيطلع لك تفاصيل كثيره، بيطلع لك تفاصيل للشادو وتفاصيل للارضيات زي هيك الصدف مثلا. شفتوا كيف الصدف على الارض؟ هذا من دون هي اتوقع ما بتبين. اخر خيار هيك بيخف الظل، حتى هيك حافظ على الجوده بس بخفف الظل. ثاني شيء انت مزوم كثير. هسه في شغله مهمه، انت اللاعب اللي لك مش مبين بالمره، إيه حتى ايديه مش مبينه، كيف تظهر زي باك في اليوتيوب يعني؟ تيجي على الكنترولز تختار اول وحده، شايف اول وحده هاي شو مكتوب عليها؟ خليها كاميرا زوم، زوم كاميرا. بتعمل زوم كاميرا منطقه، هاي ايش منطقه ايش هي؟ بتيجي هنا ليفت اللي هي منطقه اليسار، منطقة اليسار اللي هي هاني يعني بالضبط هاني. بقول لك اكبس هاني بصبعين على جهة اليسار مع بعض هيك بزوم. شفت كيف؟ شوف كيف بزوم لحد معين. بعد ما تخلص هذا الحد المعين زومت صح؟ رجع الكاميرا هاي. ليش؟ لان هاي باختصار باين انها اختصارها بشو بيعمل؟ خليك ما تضر شخص اول وثالث في نفس اللحظة. طبعا هذا الاختصار مهم انا دائما بستعمله. طبعا القائمة الثالثة اللي تحت مباشرة هاي قائمة لجهة اليمين، يعني بقدر اعمل زوم على جهة اليمين. يعني هذا هسه افرجيكم، مش هي كنا جهة اليسار خلال الكاميرا، شوفها جهة اليمين، جهة اليمين ها بزوم. شفت كيف؟ شفت كيف بزوم؟ خلينا نظبطها. انا بخليها دائما الت اتاك 2، هي اللي بتخلي الحيوانات يعملن حركات مميزة الين. مش كل الحيوانات الين حركات مميزة، في حيوانات الين حركات مميزة زي البتردون، هاي بتخليه يعمل حركة الدوران يلف حوالين نفسه يعني. وفي باقي حيوانات كثيرة اللي لها حركات مميزة، مش عارف إذا أعمل عنه مقطع، إذا حابين نعمل عنه مقطع قولوا لي. هسه في إشي مهم جدا، كيف تقفز من دون ما تسحب إصبعك لفوق؟ عشان تقدر تمشي على راحتك بدون ما تضطر إنك تقفز، ماشي هيك سريع بدك تقفز في نفس الوقت، بعدين تمشي هيك آخر مرة.
طب مو بكل حيوان هاجم عليك ورحت فيه، ايش تعمل؟ تيجي على بتيجي على القائمه، هاي القائمه تضغط على اخر واحد، ما تضغط عليها بيجيك خيارات. انت جهازك كبير زي الايباد تقدر تقفز على هذا السهم وتكبس هيك تضرب، او اذا انت بتحب تخليها هيك يعني بصير ان الايقونات كبار، واحد تقفز واحد تضرب، او اذا انت بتحب الخيار الثالث اللي هو تركض الشاشه اليمين، شاشه الجهه اليمين كلها للضرب. معلش هاي اليسار، شاشة اليمين كلها للضرب، تكبس اي محل بدك تضرب ومن هان تكفز عادي بشكل طبيعي. انا بالنسبة لي انا هيك دائما بستعملها، بقدر اضرب عشان اضرب في اي محل بدي اياه على السريع، انا بالنسبة لي شاشتي صغير مش كبير كثير، احيانا ما بكبس على الكبس بشكل صح، فعشان هيك انا بخلي الجهة اليمين كلياتها انما اكبس بشكل صحيح. طبعا ايش استفدنا من هذول الاعدادات؟ ان قادرين نمشي ونكفز ونضرب تمام ونركض يعني طبعا، وفي نفس الوقت نقدر نحول على شخص منظر شخص اول ونحول على منظر شخص ثالث ثواني. ايش معنا كمان؟ معنا كمان في شغله مهمه انا مش متذكر يعني هي، بس المفروض تيجي هيك تطفي هاي وتوقع هيك جاهز. هاي شغله فعلتك اياها انه انا مش متذكر هي اذا هي ولا لا، بس ان شاء الله تكون هي. هذا خيار يا شباب، انت لما تكون ضاغط على جهه اليمين ضاغط على جهه اليمين فوق يضرب تمام، لما تكون انت راكب الحيوان بصير يضرب صح، بس الحيوان لا ما بصير يضرب، شو بصير؟ بنزلك عن الحيوان. فانت تخيل انك داخل كهف الجليد بدك تلف من جهه اليمين وانت ضلت ضاغط، شو بصير؟ الحيوان بنزلك، كل الحيوانات بكتل منك اوكي، عشان ما ينزلك بتشيل هالخيار، لما تصير تضرب ضلوا يضرب عادي ما يوقعك الحيوان. هاي طبعا مهمه جدا، تخيل متطير بعيد بعيد تنزل عن الصقر، هاي مهمه جدا للطيور اوكي، دير بالكم. كمان شغله اخيره راح تستفيدوا منها اللي هي تفعل هاي من عند الفيديو، تفعل هاي اللي فعلنا هسه، كل اشي بك موجود تحت عندك اللي هو استمنة الالفال كديش عشان تعرف اذا انت لفلت ولا لا يعني، والهيلث تبعك كديش صار نصه كله غض النظر يعني، وهاي الوزن، وهاي النجوم اللي هن التخدير، اذا ارتفعت عندك يعرف انك راح تنام في اي لحظة بغض النظر بك عن طريق حيوان او عن طريق لاعب اخر. وهي للأكسجين بقول لك قديش صار عندك أكسجين لما تنزل في المي عشان تعرف إذا أنت راح تنخنق ولا لا. باقي الأشياء زي الجوع والعطش تكون موجودات هنا، يعني أنا جعان بس مش عطشان. وكمان في خيار هنا برضو بيطلع لك خيار هنا المتفعل هيا، أتوقع مش متذكر بالضبط، تقدر تضرب من جهة اليمين عادي في أي منطقة بدك إياها، وبرضو من ناحية اليسار تقدر تضرب عن طريق الكبسة هاي، يعني تقدر تلعب زي هيك انك تلعب في ببجي مثلا، فهمتوا كيف؟ تتحرك وتضرب، يعني تقدر تتحرك وتضرب وتقفز، يعني اللي عندك ايباد بوضع اسهل لك في التحكم اوكي. ومن ناحيه الاوديو اذا انت بتسجل مقاطع فنصيحه مني هاي خففها على الاخر، خليها كده والموسيقى تطفيها، او بدك تخليها شويه خليها، بس انا بقول لك تطفيها عشان ليش لما تعمل بلاي، ليش يا معلم؟ عشان انت لما تيجي تسجل مقاطع بدك تسجل المايك تبعك من التلفون نفسه، راح يكون صوت اللعبة عالي كثير، والمايك والمايك تبعك راح يكون واطي كثير ومش راح حد يسمع صوتك. بهاي الطريقة بكون صوتك ممتاز في نفس الوقت صوت اللعبة ممتاز. طبعا هذا اللي كان عندنا اليوم، انا عملت لكم فيديو سريع شباب، فاذا انت حابين نعمل لكم شرحات من في التعليقات والاعلانات اوعوا تعمل سكيب.